تفضل يونس. يونس بغى يعطيني شي معلومه مفيده ان شاء الله لي ولي ولكم، وان شاء الله تكون يعني هتستفيدوا منها كلكم ان شاء الله، ولكن راح نستفيد اكثر. تفضل يا يونس. احنا ملزمين بالوقت. اذا فتح الكابونيغرا نمشي مثلا مارتين، نقدر نمشي على البلاج، ولكن اذا كان مش واحد عنده وقت عنده مزروب خصو يوصل مارتين بالزربه، من الافضل يرجع لهنا حيت انت هو الشانطي يدخلك نيشان مارتين. يعني تقدر تركب التاكسي من هنا، التاكسي اللي مشينا فيه هو اللي يدينا تكمل عليه، ولا تمشي على رجلك راح توصل اقرب يوم تمشي على الطريق راح توصل متاخر. على بركة الله. إذا نشوفوا يعني الفكرة واضحة جدا، نمشي نشوف الشاطئ بتاع كابونيغرو وندور شوية فيه، ومن بعد إن شاء الله نرجع لهنا وناخذ التاكسي نمشي بالمارتين إن شاء الله. نصلي الجمعة، نصلي الجمعة اليوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله بعد ما تحمد ربك بتقول اللهم. الان يونس بيصورنا واحنا نازلين في النزول، بس الله يستر ما نزحلق عليه تاع عيوني وقع عليه عنده خدمه نقيه. لا يونس صراحه بالنسبه لمجال السياحه والتجوال صراحه نمره واحد، ودائما العده معه والامور دائما مرتبه بالنسبه له. هذه المنطقه خاصه غير البناء، هذو للكرا ولا للبيع يا يونس؟ هادو للكراء. نعم. في هاد الوقيته بالضبط اللي حنا جينا فيها تقدر تكري ب 600 700 800 على حسب البلاصه. 800 شنو؟ درهم في النهار. في النهار. أيه. وفي شهر 8 راح توصل ل 1000 1200 في النهار. نعم. اليوم. نعم. في الاول تاع شهر 8 حنا في الاخر. فهمت. كل ما كان زحمه. وهذا اللي كله مكتوب على كابونيغرو. كل شيء تحت، كله من البلاصه اللي الجبل الاسود او الراس الاسود الى كله كابونيغرو. هاي كيما مثلا كان لاني انا ما كريتش اظن لي بس نصور على هام. هيا بنا. واو الأستاذ يونس بيصور فينا وإحنا ماشيين على شاطئ اللي موجود بين كابونيغرو وبين مارتيل، وشاطئ جميل جدا، هواء عليل، مياه جميلة، حرارة ممتازة، حرارة ممتازة، وأنور يبتسم، أنا في الرجلين. حنا تقريبا قربنا ندخلوا لمارتيل، تبان لي مرفوع. والان على ماسك التليفون لاول مره
مشان يصور لأول مرة في الرحلة طبعاً، مشان يصور يونس وأنوار وهم ماشيين على الكورنيش تبع مارتيل. وهاي يونس فاز بلقب كأس البطولة للملاكمة، والمنظر صراحة جميل جميل جداً في مارتيل. والجو اليوم الحمد لله كثير كويس، وهاي المباني مارتيل كمان جميلة. ورح نوريكم الآن علاء، علاء اللي كان ماسك الكاميرا. علاء كله نشاط وهمة وحيوية. لا الراحة، ما الدنيا ما فيهاش راحة. لا ما فيهاش راحة بالمعنى الجوهري، بس من قال مثلا انت متكي انت مرتاح، انت عييت جريت صحيح تدوش ترتاح. هذه هي جزئية، راحة جزئية. علاء راح يعطينا رأيه، سوبر ديلوكس ولا لوكس بقى؟ سوبر ديلوكس. سوبر ديلوكس قاع مش شافيك قاع عاود شوف فيا خليك مش شافيك. سوبر ديلوكس. سوبر سوبر ديلوكس. لا صافي صافي. لا يعاونك الله يحفظك. هذا شاكو ماكو للأكلات العراقية. العراقية مرحبا بأهل العراق في مارتيل، هذا مطعمكم. بقالك الانطباع الأخير، شو انطباعك على مارتيل؟ انطباعي على مارتيل يعني تقريبا متوسطة. تمتع واربح، تمتع واربح. نحرس من حديثنا متوسطة. نعم. مقبولة يعني، عرفت علي. فيها أمور شعبية فيها، بس كآخر كلمة، كآخر كلمة. نعم. من مغارة هرقل في طنجة لغاية في طنجة لغاية مرتيل، الجبل الأسود هو الجبل الأسود، الرأس الأسود. الأسود الرأس الأسود هو أجمل مكان شفته. باليونس الجبل الأسود أجمل مكان شفته لسببين: النظافة، الترتيب والحداثة، والمنظر الطبيعي. طبيعي. الجبل على البحر أبدا، وما تسألنيش غير هيك، وما تضلكيش تقول لي بليونش بليونش. حلوة بليونش، ولكن الرأس الأسود جمال طبيعة، حداثة، نظافة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة قادمة إن شاء الله وراح نطلع من هون. من هون علشان نختصر، إذا رحنا لهناك راح نضرب دورة. لا احنا مناش نضرب دورة، نختصر. هيا بنا. شو انطباعك يا أنوار؟ أنا انطباعي كويس كويس. هذا راح يكون اخر باص لينا في رحلتنا. رحلة ان شاء الله. اي باص. هذا اخر باص. بعد ان شاء الله حنطلع ان شاء الله. الله باذن الله. بعد هبطنا من الطوبيس. المهم دابا رسولنا قلنا الكار غادي يكون حتى 11:30 ديال الليل، ودابا يلاه شي 3 وشي حاجه ما عرفتش بالضبط. المهم ممكنش نبقاو نتسنى، مازال كان ساعه ولا ساعتين نقدروا نتسنى. المهم نسال شي أنوار. مفيش غيره. ماشي معاه وكول مبسوط مبسوط قوي طبعا. أنوار كمان مبسوط. شوف شوف أنوار مبسوط عندك. قلنا لك مبسوط مش يعني تدخل فيه. مش تدخل فيه. بحال هادو يكون بعد شوية عن لأنه في عندهم سندويشات حلوة. فهمتك. هذا فريد، هذا فريد، هذا فريد. هذا صلوا عنده 4 أيام. هو يبان محل محترم بس فريد ما هو مش باين محل محترم. قلت لك المظهر الخارجي نتاع المحل لاوي. تخني لا المظهر الخارجي ولا الداخلي، لأنه ساعة وهو يعمل بالسندويشة. نعم طبعا. يمكن هذا وسلم لي عليك. يعني
الساعة 5 6 إلا ربع على 10 إن شاء الله بنكون غاد. 10 إن شاء الله بإذن الله عز وجل. بعد مني خلاص سكر طفي.